طبعا قبل قليل كان هناك مؤتمرا صحفيا للخارجية الأمريكية لمساعدة الشرق الأوسط، وتكلمت عن هذه المواضيع في هذا المؤتمر الصحفي. وأتصور أن الخطة الأمريكية غير مكشوفة، ولن تكن تعلن أي وقت معين للرد، ولكن أكيد هناك رد وهناك مراقبة للأجواء العراقية، وهناك استطلاعات كثيرة بأن الرد الأمريكي سوف يختلف عن الردود الأخرى، لأنه هذا الرد جاء بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في الولايات في الأردن. وفي نفس الحالة أتصور أن التحرشات الفصائل العراقية بما تدعي بالمقاومة العراقية وفصائل أخرى الميليشيات تابعة لإيران، كل هذا أدى بأن يكون الرد القادم لأمريكا أتصور يكون أقوى من السابق. ولهذا يجب الحكومة العراقية أن تتحرك بجدية نحو هذا الموضوع، لأنها الاستهداف هو العراق، استهداف الحياة المستقرة الآمنة في كردستان، إقليم كردستان ومناطق أخرى. إذن يجب أن يكون هناك مباحثات جدية تنفيذا للخطة أو الاتفاقية استراتيجية بين أمريكا والعراق، والتي كان هناك حوار مشترك عسكري بين الاثنين قبل أسبوع.